بإذن الله تعالى خلال هذا اليوم ستكون هناك تراجع للكتلة الهوائية الساخنة على مناطق الشمال الغربي الليبي، لكن تبقى رطوبة عالية وعالية جدا بتحول الرياح إلى شمالية فشمالية غربية. هذه الرياح محملة ببخار الماء، ما يجعل درجات الحرارة يعني وكأنها لم تنخفض خلال هذا اليوم أو كأنها لا زالت مرتفعة نظرا لارتفاع الرطوبة العالية على السواحل. طبعا نتكلم عن السواحل، مناطق الجبل سيحدث فيها انخفاض تراجع للكتلة الهوائية الساخنة بإذن الله تعالى، سواء كان خلال هذا اليوم أو خلال يوم الغد أو حتى بعد غد إلى الأربعاء. نتوقع أن تكون درجات الحرارة في بداية الثلاثينيات بإذن الله تعالى، هذا على مناطق الشمال الغربي الليبي. مباشرة إلى خريطة توزيع الكتل الهوائية، ونلاحظ من خلال الصورة أن الرياح الشمالية التي ستؤثر على المنطقة الغربية خلال هذا اليوم بإذن الله تعالى ستكون مؤثرة بشكل إيجابي على كل المناطق الشمالية الغربية. درجات الحرارة ستنخفض على مناطق ممتدة من رأس الجير حتى سرت، تكون أو تميل الانخفاض بداية من هذا اليوم. يوم الأمس انخفضت على السواحل، لكن يوم هذا اليوم ستصل أو سيصل الرياح الشمالية ستصل إلى الدواخل، ما يجعل درجات الحرارة تنخفض، إلا على غدامس تبقى مرتفعة سواء كان خلال هذا اليوم أو خلال حتى يومين قادمين. درجات الحرارة غدامس ومناطق الحمادة لا زالت فوق الأربعين درجة. الشمال الشرقي لا تغير كبير يذكر في درجات الحرارة، درجات الحرارة في نفس المعدل ما بين 29 إلى 33 درجة مئوية هذا على الساحل، وعلى جدابية ما بين 30 إلى 35 درجة مئوية. في الكفرة تزور بوسير أي الجنوب الشرقي الليبي سماء صافية إلى قليلة سحب، درجات الحرارة أيضا صيفية ولا تقل عن 35 وستتجاوز الأربعين درجة في أقصى الجنوب الشرقي. كذلك والحال في الجنوب الغربي في سبها مرزق القطرون أوبالي كذلك في غات، الأجواء صافية لكن درجات الحرارة تبقى صيفية وتتراوح من 38 إلى 43 درجة مئوية. إذن الأجواء صيفية على كل مناطق الجنوب، الرطوبة عالية على مناطق الشمال الساحل. طبعا نلاحظ أو ننتقل إلى الخريطة الموالية التي ستوضح الكتل الهوائية الساخنة والباردة التي لازالت حقيقة تتمركز كتلة ساخنة على جنوب الجزائر وجنوب تونس. هذه الكتلة أحيانا تتراجع وهذا ما سيحدث اليوم، تتراجع الكتلة الساخنة لكنها تعاود آخر الأسبوع بداية الأسبوع القادم بشكل ملحوظ على المنطقة الغربية لترتفع درجات الحرارة من جديد على مناطق الغرب الليبي. موجة حر حقيقة ستجتاح من جديد بسبب الهواء الساخن المتمركز على هذه المنطقة، سيتحرك ناحية الغرب خلال آخر الأسبوع يعني الجمعة والسبت القادم والأحد. هناك ارتفاع ملحوظ جدا في درجات الحرارة، حرارة لن تقل عن 40 درجة في مناطق عديدة من مناطق الغرب الليبي وخاصة الدواخل، نتوقع أن تصل إلى 46 درجة مئوية. النشرة الخاصة بالصيد البحري، السواحل بعد أن تحولت الرياح من الجنوب الشرقي إلى شمالية شرقية ستكون سرعة الرياح من 5 إلى 15 عقدة، وهذا ما يجعل ارتفاع الموج يزداد قليلا عما كان عليه يومي الماضيين. كانت الموج لا يتجاوز النصف متر، الآن يصل إلى متر في بعض المناطق الساحلية الممتدة من رأس الجير حتى سرت. كذلك والحال في المناطق الممتدة من درنا حتى طبرق يتجاوز المتر ارتفاع الموج بإذن الله تعالى. الرؤية جيدة، درجة حرارة البحر تصل إلى 24 أو ما بين 24 إلى 26 درجة مئوية، ستكون الأجواء صافية والرؤية جيدة للإخوة البحارة بإذن الله تعالى. الآن حقيقة الأجواء ستكون ملائمة جدا للاصطياف على كل السواحل الليبية خاصة خلال هذا الصباح وخاصة الساحل الغربي. نتوقع خلال يوم غد أن تزداد سرعة الرياح على مناطق مصراتة بتحول الرياح إلى جنوبية شرقية، ما يجعل درجات الحرارة على الخمس مصراتة سترتفع قليلا من جديد خلال يوم الغد ثم تنخفض يوم الأربعاء. لم يبقى إلا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم بإذن الله تعالى.